رئيس شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإسلامية، أستاذ حمشي منسق اللجنة المنظمة لهذه الندوة المباركة، السادة رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة بني إسماعيل، ضيوفنا الكرام، زملاء الأساتذة، أعزائي الطلبة، يطيب لي بداية أن أتقدم لكم جميعا أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة الأطر العاملة بجامعة بني إسماعيل بعبارات الترحاب وبتشكراتنا الخالصة لقبولكم الدعوة ولحضوركم معنا في هذه الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة الدولية المنظمة من مبادرة من شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة بني إسماعيل، وفي موضوع الاجتهاد في المذهب المالكي ومقتضيات التنمية، وهي تظاهرة علمية كبرى تندرج في إطار احتفال جامعة بني إسماعيل بذكرى 20 لتأسيسها. ولقد شعرنا ونحن نحتفل بهذه الذكرى بالحاجة إلى وقفة تأمل نحاول فيها تفكيرا مليا في مسار مهمتنا كآباء وكمدرسين وكمربين، وكي نتساءل عن دورنا جميعا في هذا المجتمع وما يعرفه من تغييرات متسارعة. ونعتبر بأن شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بمكناس وبكليات الآداب بجميع الجامعات المغربية هي شعبة وهي شعب تقع على عاتقها مسؤولية كبرى، وهذه المسؤولية تتجلى أولا في تلقين المعارف الخاصة بالدراسات الإسلامية، ولكن فوق ذلك أعتقد بأن مهمة هذه الشعب هي بالأساس مهمة الدفاع عن الهوية الإسلامية وعن الحضارة الإسلامية وعن الدين الإسلامي الحنيف، خصوصا في هذه الفترة الدقيقة من مسار الأمة الإسلامية التي يتعرض لها فيها ديننا بهجمة شرسة تحاول تصوير هذا الدين على أنه دين تشدد، دين عنف، دين تطرف، ودين إرهاب. ونحن نؤمن عكس ذلك بأن الدين الإسلامي دين تسامح ودين انفتاح، وبأن الأمة الإسلامية إذا ما استطاعت الاعتماد على أسس دينها وتعاليم القرآن والسنة ستكون خير أمة حقيقة أخرجت للناس. ومن هذا المنطلق شجعنا تنظيم هذه الندوة المباركة، وقد اختار لها المنظمون محور اجتهاد في المذهب المالكي وعلاقته بمقتضيات التنمية. وأعتقد بأن اختيار هذا الموضوع كان موفقا، اعتبارا
لخصوصية هذا المذهب الذي يعتبر من أهم المذاهب الإسلامية والذي اختاره المغرب كنبراس لممارسة الشأن الديني في بلادنا. وأعتقد بأن مجموعة المداخلات المبرمجة في هذه الندوة والمحاور الهامة التي سوف يتم التطرق إليها والنقاش المثمر والبناء الذي لا شك وأنه سيدور بين مختلف المتدخلين والخبراء والعلماء الأجلاء الذين شرفونا بحضورهم، هذا النقاش لا شك أنه سوف يفضي إلى نتائج هامة وإلى بلورة مجموعة من التصورات المستقبلية حول سبل تطوير تلقين المعارف وسبل تنمية وتطوير البحث العلمي في مجال الدراسات الإسلامية. وسوف يسلط الأضواء ولا شك على دور الأستاذ الجامعي في المساهمة في بناء هذا المجتمع الذي نصبو إليه، وهو مجتمع معتز بهويته الإسلامية ومعتز بتاريخه المجيد، ولكن في نفس الوقت مجتمع منفتح على العصرنة ومنفتح على الحضارة ومقومات الحضارة والتكنولوجيا الحديثة. وأعتقد أن للاجتهاد في هذا المجال دور كبير، وأفاضل أستاذ الأجلاء المشاركون في هذا الندوة لا شك وأنهم سوف يتطرقون كل من زاويته وكل من مجال تخصصه إلى أهمية الاجتهاد وأهمية الاعتماد على القرآن والسنة ومبادئ الشريعة في جعل الإسلام حقيقة اليوم دين معاصر، دين يتماشى أصحابه مع كل مقتضيات التنمية وجميع متطلباتها. فهناك محاور خمسة أعتقد لهذه الندوة الدولية، وهي كلها محاور هامة جدا، وليس أقلها أهمية المحور الخامس المتعلق بالفقه المقاصدي وأثره في التنمية، والذي سوف يتضمن مداخلات متعددة من بينها مداخلات تتعلق بمجال الاقتصاد الإسلامي وعمل المصرف الإسلامي، وكلها مواضيع ذات راهنية، مواضيع ذات أهمية. علينا جميعا أن نتبادل الآراء حولها وحول طريقة التعايش معها والتعامل وفق مقتضياتها. فشكرا لشعبة الدراسات الإسلامية على هذه المبادرة الطيبة، وشكرا لجميع من ساهم في تنظيم هذه الدورة، هذه الندوة، وجميع من ساندها ماديا ومعنويا من داخل الحقل الجامعي أو من خارجه. وأتمنى لهذه الندوة ولأشغالها كامل النجاح والتوفيق، وفقنا الله جميعا لما فيه خير البلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلمة الآن للسيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة
بس دراسات إسلامية أم لا الطلبة؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعي الاعتزاز والسرور أن تنعقد برحاب كليتنا هذه الندوة المباركة، ندوة الاجتهاد في المذهب المالكي ومقتضيات التنمية، وذلك بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس جامعة مولاي إسماعيل في العاملة، حيث التأم من أجلها هذا الجمع المبارك من العلماء والأساتذة الباحثين القادمين من أقطار عربية شقيقة ومن مختلف الجامعات المغربية. مرحبا بكم جميعا ضيوفا مكرمين بين أهاليكم من الباحثين والطلبة والمهتمين. إن موضوع الاجتهاد وعلاقته بالتنمية لجدير بأن تعقد له الندوات تلو الندوات، وأن تخصص له الأبحاث والدراسات لأهميته في عالمنا المعاصر، وما اتسم به من مستجدات شملت كل مناحي الحياة وما يستدعيه ذلك من اجتهاد يبين ويرشد ويقوم ويساهم في تنمية البلاد على أساس الإسلام وضوابطه. ويزيد من أهمية هذا الموضوع بحثه في المذهب المالكي الذي ارتضاه المغاربة عبر تاريخهم مذهبا له. وأستحضر بهذه المناسبة خطاب جلالة الملك للهيئة العلمية للإفتاء في موضوع المصلحة المرسلة وعلاقتها بقضايا تدبير الشأن العام، حيث قال: وفي هذا السياق قررنا أن تكون فاتحة أعمال المجلس العلمي أعلى تكليفه طبقا لما يراه من رأي فقهي متنور بتوعية الناس بأصول المذهب المالكي، ولا سيما في تميزه بالعمل بقاعدة المصالح المرسلة التي اعتمدتها المملكة المغربية على الدوام لمواكبة المتغيرات في مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة من خلال الاجتهادات المتنورة لأسلافنا الميامين ولعلمائنا المتقدمين، وهو الأصل الذي تقوم عليه سائر الأحكام الشرعية والقانونية المنسجمة والمتكاملة التي تسنها الدولة بقيادتنا كملك وأمير للمؤمنين في تجاوب مع مستجدات العصر والتزام بمراعاة المصالح ودرء المفاسد وصيانة الحقوق وأداء الواجبات. انتهى كلام جلالة الملك من الخطاب المولوي ل 8 يوليوز 2005. ولا شك أنكم ستعمقون البحث كما تدل على ذلك محاور ندوتكم هذه فيما يتيحه المذهب المالكي من إمكانات الاجتهاد لمراعاة مصالح العباد والبلاد تحت مظلة الإسلام وثوابته. ومن نعم الله تعالى علينا أن كليتنا شهدت خلال السنوات القليلة المنصرمة ندوات متعددة في مجالات اللغات والآداب والعلوم الإنسانية، تنشغل كلها برغب نتائج البحث العلمي للتنمية. وها نحن اليوم نعقد ندوة لعلها الأولى من نوعها التي تربط بين الاجتهاد في المذهب المالكي وبين التنمية. فشكرا لأعضاء اللجنة المنظمة على حسن اختيارهم وعلى سعيهم الذي دام بطريقة مسترسلة لمدة تفوق 4 أشهر. وشكرا لكل الذين ساعدوا في إقامة هذه الندوة، خصوصا الطاقم الإداري والتقني بالكلية، والشكر الخالص للسيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وللسيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل الذي ما فتح يساعد الكلية في تنظيم كل الندوات العلمية. وكذلك أخص بالشكر السيد المستشار العالمي التازي لدعمه المتواصل لكل أنشطة الكلية. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.
شكرا للسيد عميد كليه الاداب والعلوم الانسانيه والكلمه الاستاذ الدكتور عبد الرحمن حسي رئيس شعبه الدراسات الاسلاميه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الرحمة وإمام الهدى محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيد رئيس جامعة بن إسماعيل، السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمناسبة، السيد رئيس اللجنة المنظمة لهذه الندوة الاجتهاد في المذهب المالكي ومقتضيات التنمية، السادة رؤساء المؤسسات التابعة لجامعة مولاي إسماعيل، الضيوف الكرام من داخل الوطن وخارجه، الحضور الكريم من أساتذة وطلبة ومسؤولين وملتزمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس جامعة مولاي إسماعيل اختار شعبة الدراسات الإسلامية لهذه الكلية أن يكون نشاطها العلمي في تخليد هذه الذكرى الاحتفاء بالمذهب المالكي، وهو اختيار نابع من قناعات راسخة بأن هذا المذهب الذي شكل على مدار التاريخ أحد معالم الهوية الدينية والثقافية والحضارية للمغاربة هو أجل المذاهب الفقهية الإسلامية مكانة وأعرقها أصالة وأغناها تراثا وأزخرها أعلاما وأوسعها بيوعا وانتشارا، وهي شهادة لهجت بها ألسنة كل الباحثين المنصفين وتردد صداها في كل المحافل العلمية قديما وحديثا. وإنما حظي المذهب بهذه المنزلة الرفيعة لسببين اثنين: الأول أن مؤسس المذهب الإمام مالك رحمه الله كان أعلم الناس في زمانه بكتاب الله وبسنة رسول الله وبفقه الصحابة رضوان الله عليهم، وأوسعهم معرفة بأحكام الشريعة جليلها ودقيقها وفهما لمقتضيات تنزيلها، بالإضافة إلى ما امتاز به رحمه الله من رجاحة العقل وخصوبة الفكر وسداد الرأي، فحصل له من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح ما لم يحصل لغيره، واستحق أن يكون بلا منازع ولا مدافع إمام دار الهجرة، وأن تضرب إليه أكباد الإبل من كل حد وصوب للأخذ من علمه، وأن ينادى في المدينة بأن لا يفتي فيها أحد ومالك فيها، فكان حقيقا بأن يتأول فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يبحثون عن عالم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. كل ذلك وفر للمذهب المالكي سلطة علمية قوية في أصوله المرجعية ومستنداته الفكرية، وجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه وتتمسك به وتنافق عنه، فكثر أتباعه وقوي سلطانه في مشارق الأرض ومغاربها. السبب الثاني ما يتميز به المذهب في بنائه العلمي والمنهجي من عمق في التأصيل وبعد في النظر وشمولية في التصور، وهو ما يفسر كثرة أصوله وتنوعها ووفرة القواعد المداعبة لها، بحيث تستوعب كل أبواب التشريع وتيسر فهم مقاصده وأهدافه وتوضح المنهج الأمثل لتطبيق أحكامه. هذا وإن أهم ما يميز أصول هذا المذهب وما نلمسه فيها من حركية وحيوية ومرونة في التعامل مع واقع المكلفين مهما اختلفت بيئاتهم وتنوعت ظروفهم وعوائدهم، وذلك بالاجتهاد في توسيع دائرة فهم أحكام الشريعة وأفق تطبيقها بما يناسب أحوالهم ويحقق
يحقق مصالحهم ويرفع الكلفة والمشقة عنهم. وهذا واضح في أخذ المالكية بالمصالح المثلث والاستحسان والعرف والعوائد الحسنة ومراعاة الخلاف، وكلها تحقق هذا القصد وتجعل المذهب المالكي أعمق المذاهب ربطا بين فقه النصوص وفقه الواقع، وأكثرها مراعاة لمقاصد الشريعة وآثارها المكلفين في توازن المحكم يكفل للشريعة هيبتها وسيادتها وسلطانها، وللمكلفين مصالحهم وسعادتهم الدنيوية والأخروية. وهو ما أورث علماء المالكية في كل زمان خاصية الانفتاح وسعة النظر ولذ الجمود والدعوة إلى الاجتهاد. في هذا السياق يأتي اختيار موضوع هذه الندوة الاجتهاد في المذهب المالكي ومقتضيات التنمية، وهو موضوع نتوخى من مدارسته في هذا اللقاء العلمي المبارك تحقيق هدفين أساسيين: الأول الكشف عن الجوانب المشرقة في اجتهادات فقهاء المذهب في مختلف مناحي الحياة وتجلية أصولها وضوابطها العلمية والمنهجية، والثاني الاستفادة من هذه الاجتهادات في توفير المرجعية التشريعية لكل المشاريع والمبادرات التنموية التي انخرطت فيها بلدان العالم الإسلامي حديثا وفي مقدمتها المغرب لمواكبة تطورات العصر ومقتضياته. ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أنوه بكل علمائنا ومشايخنا الذين لبوا الدعوة وتجشموا عناء السفر للحضور والمشاركة في هذا اللقاء العلمي سواء من داخل الوطن أو من خارجه. كما أشكر السيد المحترم رئيس جامعة مولاي إسماعيل فضيلة الدكتور زاهر بن عبد الله على كريم عنايته في رعاية هذه الندوة منذ أن كانت فكرة إلى أن تحقق إنجازها بحمد الله. كما أشكر السيد المحترم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية فضيلة الدكتور عبد الله المالكي الذي ساعد بالنصح والتوجيه ووفر كل الإمكانيات المادية واللوجستيكية للكلية لإنجاح هذه الندوة. والشكر موصول أيضا بكل فعاليات المجتمع المدني التي ساهمت ماديا ومعنويا في دعم هذا النشاط العلمي والتشريعي. ولا أنسى أن أتوجه بالشكر والتقدير أيضا إلى كل المسؤولين والموظفين برئاسة جامعة مولاي إسماعيل وبكلية الآداب على ما أسدوه من العون وتيسير المهام الإدارية والتنظيمية لأشغال هذه الندوة. والشكر موصول أيضا لكل الأساتذة والطلبة والمهتمين الذين حضروا لمتابعة هذه الجلسات العلمية لهذه الندوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يكلل أشغال هذه الندوة المباركة بالنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد رئيس شعبة الدراسات الإسلامية، والكلمة للأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد منسق اللجنة المنظمة لهذه الندوة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله صديق الأمين وعلى آله وصحبه الغر البيابين وعلى كل من سلك طريقه واتبع سبيله إلى يوم الدين. السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل، السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، السادة عمداء المؤسسات الجامعية ومدراء المدارس العليا، علماءنا الأجلاء، ضيوفنا الكرام، أساتذتنا الأفاضل، أبنائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله. نسعى اليوم شعبة الدراسات الإسلامية وكلية الآداب بجامعة مولاي إسماعيل لتنظيم هذا الملتقى العلمي في موضوع الاجتهاد في المذهب المالكي ومقتضيات التنمية بمناسبة الاحتفال بذكرى 20 تأسيس جامعة مولاي إسماعيل. أود التذكير بداية على أن من أهم الأدوار التي يجب أن تضطلع بها الجامعة تعميق البحث الأكاديمي بموازاة مع البرامج التربوية والسعي الجاد لربط المسار العلمي الجامعي مع المحيط الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. لأجل ذلك كان البحث في التنمية ومتعلقاتها من أهم المجالات التي تعزز هذه المنطلقات، وخاصة إذا فعلت
مسارة البحث الفقهي الاجتهادي على النحو الذي نروه في هذه الندوة الموصولة إليه، خاصة إذا رشدت أولوية البحث الفقهي في البحث الجامعي من خلال التعاون العلمي بين مختلف الباحثين المتخصصين في مختلف الجامعات وفي مختلف الولايات. أيها الحضور الكريم، إن من أهم الثوابت الراسخة التي عملنا على تقصيدها في مختلف الأنشطة الإشاعية والثقافية التي نظمتها شعبة الدراسة الإسلامية طيلة مراحل تاريخية من تأسيسها، تدل على سعينا إلى الموازنة الفدة بين التأصيل الشرعي لمجموعة من المقتضيات، وأيضا السعي لربط هذه المقتضيات بقضايا الفقه العصري والواقع. دليل ذلك استقراء مجموعة الندوات التي نظمناها، تكريم الإنسان بين التأصيل الشرعي وتنظير الوضعي، توثيق العقود بين هدي الشرع ومتطلبات العصر، المدينة الإسلامية وعلاقتها بالمجال، الفكر الإسلامي بين التقييم والتجديد، أولويات البحث في مناهج العلوم الإسلامية. هذه ندوات نظمناها تلاحظ أن الثابت المشترك بينها جميعا وهذه الموازنة الفدة في البحث في التقعيد والتأصيل، وأيضا الربط بين قضايا الواقع والعصر بطبيعة الحال، والمزاوجة الفدة بين ضوابط التقعيد وملامح الانفتاح الحضاري على المستجدات المعاصرة. أيها السادة الكرام، إن القيمة المضافة لندوتنا اليوم تتجلى في مقاربة موضوعها المتعلق بدراسة المذهب المالكي وربطه بالتنمية كأفق استراتيجي يهم بلادنا وسائر البلدان، وإن مدارسة هذا الجانب لهو من أهم ملامح السبق وأوجه الجدة في دراسة المذهب. لأجل ذلك راعينا في تنظيم هذه الندوة بعد اقتراح عنوانها من طرف السيد رئيس الجامعة، وقد تعلمنا على يد شيوخنا وجوب إسناد الفضل لأهل الفضل والاعتراف للجميع، فالشكر للسيد رئيس الجامعة على ما تفضل باقتراحه. أقول راعينا في هذا التنظيم ربط الموضوع المقترح بفقه الواقع وبحث جوانبه من الزوايا الشرعية والاقتصادية والأكاديمية والفقهية، والإسهام في التأصيل النظري للموضوع مع إبراز الأصول الاجتهادية للمذهب وتوظيف قواعده، وخاصة في مسألة تدبير الخلاف وتجلية ثمار الاجتهاد الفقهي ورصد وتقويم نتاجه والإلماع بمقاصده وبيان أثره، خاصة في التنمية وخاصة من خلال الاستثمار الفدي لرعاية المصالح كما هو معروف ومشهور في مذهب الإمام مذهبنا الإمام مالك. هذا الاستثمار الذي راعينا حضوره في تراثنا الفقهي وأيضا في الاجتهادات الفقهية المعاصرة. سعدنا في جمع هذه المحاور ونظمها في ميسم جميل متلاصق بمشاركة علمية فتة ومتميزة لنخبة من كبار علماء البلدان والباحثين المتخصصين من داخل المغرب وخارجها، فالله أسأل أن يبارك في صحتهم وعلمهم وأن يثيبهم الثواب الحسن وأن يزيدهم بسطة في العلم وفي الجسم على ما تجشموا من تهيئ المحاضرات العلمية ومن هناء السفر، رغم أننا نعرف انشغالتهم والتزاماتهم المتعددة. وأخص بالذكر ضيوفنا الكرام من قطر وسوريا وليبيا وموريتانيا إضافة إلى زملائنا من مختلف الجامعات المغربية، فلهم منا خالص الشكر وأوفر الثناء. لا يفوتني في ختام هذه الكلمة أن أتقدم بالشكر الجزيل باسم اللجنة المنظمة وأساتذة وطلبة شعبة الدراسة الإسلامية للسيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل ونوابه على ما بذلوا جميعا من جهود مضنية في تيسير أعمال هذه الندوة وفي توفير مختلف مستلزماتها. الشكر موصول أيضا إلى السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ونائبيه على ما وفروا وعلى ما يعملون بكل تجرد وبكل إخلاص ونكران للذات من أجل إنجاح الندوة ماديا وعمليا.
أقدم الشكر أيضا لكل من أسهم في تمويل عمل الندوة، وعلى الأخص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الوزير السابق الحاج العالمي التازي. والشكر موصول إلى كل جنود الخفاء الذين يعملون في صمت دون أن يذكروا، فجزى الله الجميع خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ محمد عبد الحق حمشي على هذه الكلمة التي تختتم بها هذه الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة. وقبل أن نفتح المجال للجلسة الأولى التي سوف يتم التطرق خلالها إلى المحور الأول المتعلق بالتفسير المصلحي للنصوص الشرعية في المذهب المالكي، أدعوكم جميعا إلى حفلش. وعلى كل حال سنعطي إن شاء الله
بتوفيق الله تعالى عز وجل وإرشاده وتسديده انطلاقة أشغال هذه الندوة العلمية المباركة. ونبدأ بالمحور الأول منها وهو في موضوع التفسير المصلحي للنصوص الشرعية في المذهب المالكي. ومعنا في هذه الجلسة العلمية المباركة ثلة من علمائنا ومشايخنا الكبار في مقدمتهم الإمام العالم الشيخ محمد التاويل حفظه الله. والشيخ محمد التاويل هو أحد أعلام الفقه المالكي ببلادنا، بل وأحد من انتهت إليه الرياسة المذهبي في بلادنا، وهو عضو المجلس العلمي الأعلى وأستاذ كرسي الفقه والأصول بجامعة القرويين. له مؤلفات كثيرة جدا ترتبط بالاجتهاد الفقهي وقضايا العصر، وسأعطيه الكلمة إن شاء الله ليحدثنا في موضوع مهم بعنوان قاعدة الاجتهاد مع النص، دراسة أصولية فقهية. فليتفضل مشكورا. وحجيتها أملا في هذا الجدار الذي يقف في وجوههم و
وكسر الميزان الذي يطرح على عرفه. يقول نصارى ليست هذه القاعدة آية من القرآن وليست سنة صحيحة. ويقول نصارى أخرى إن عمر رضي الله عنه بالشهادة مع النص فعطل حد السرقة ومنع المؤلفة قلوبه حقا بالزكاة ولم يقسم سواد العراق بين المجاهدين، كما أن هناك من العلماء من يقدم المصلحة على النص. ونحن نقول لهؤلاء صحيح أن هذه القاعدة ليست آية من القرآن ولا حديثا صحيحا، ولكن هناك أكثر من آية وأكثر من حديث وأثر وأكثر من دليل يقوي هذه القاعدة ويزكيها ويؤكد مصداقيتها وحجيتها القاطعة التي لا تقصر عن الأدلة الشرعية الأخرى في إثبات مضمونها ومحتواها، وأن عمر رضي الله عنه لم يشاهد مثل النص. وأما الأدلة في القرآن فإنها كثيرة وكثيرة جدا، نكتفي منها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والاجتهاد في مقابل النص وتقدم بين يدي الله ورسوله. ثانيا قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيرة من أمرهم ومن عصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والاجتهاد في مقابل النص رفض لما قضى به الله ورسوله وعصيان لهما وخالف لهذه الآية ويناقضها تماما. كما أن هناك قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك بلا دليل. وفي آية أخرى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. والاجتهاد في محل النص نوع من محادة الله ورسوله، وهي أخطر من المحادة بالحرب والسلاح، لأن اعتراض على الله بأمره ونهيه وتقرير لشريعته ونسخ لها وإقام للعمل بها وتشكيك في عدالته تعالى وحكمته واتهام له بالجهل والظلم، تعالى الله عن ذلك هو الكريم. وهناك آية أخرى يقول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا يأتي بقرآن غير هذا أو مثله قل ما يكون لي أن أبدله باستقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصى ربي عذاب يوم عظيم. هذه الآية تؤسس لقاعدة شرعية أصولية عظيمة لا يريد بعض فهمها والإلعان لها. مفادها أن ما جاء به القرآن من شرائع وعقائد وما نص عليه من أحكام لا حق لأحد في تبديلها أو تعديلها مهما أوتي من علم ونفوذ أو جاه عند الله عز وجل. حتى الرسول لا يستطيع تبديلها من تلقاء نفسه، ويأمره الله تعالى بإعلان ذلك للناس: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ليعد درس جيدا ويقف عند حدودهم ولا يتطاول أحد منهم على اختصاصاته سبحانه وتعالى. وهي آية كافية في الرد على دعاة الشياطين ضد النص لإلغاء أو تعليقه أو تخيله بدعوى المصلحة ووقف العصر. وأما السنة النبوية فنجد الحديث المؤسس للجهاد وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن سأله كيف تقضي إن عرض لك القضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال: الشيء برأيه ولا آله. فذهب فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. هذا الترتيب كان الحديث من معاذ وتقرير رسول الله عليه وسلم دليل على انه لا شهاد معه يكون في النص. واما سنه الخلفاء الراشدين وسيره الصحابه رضي الله عنهم اجمعين فهي طابحه
العلم قد روي عن ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم انهم كانوا اذا وردت عليهم الحادثه رجعوا الى كتاب الله فان وجدوا فيه شيئا خالف وان لم يجدوا شيئا سالوا عن السنن الرؤيا فان وجدوا شيئا خالف فان لم يجدوا رجعوا الى الشهاد وهذا التفسير ايضا دليل اخر على ان الشهاد انما هو عند الهداب الكتابي وانه لا شهاد مع النص وكذلك كان الصحابه يشهدون اذا لم يجدوا النص واذا بلغوا النص تركوا الشهاد وتمسكوا بالنص وكمثال على ذلك ما روي عن عباس انه كان يقول باباحه اباحه المتعه ولم الفضل ولما بلغ السنه الصحيحه بتحريمهما رجع عن قوله وسئل ابن عمر عن يكون كل فقال كل وتلقى تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائر يفعله الا ان يكون مثل الايه فقال له الانسان ان ابا هريره يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هو خبيثه من الخبائث فقال ابن عمر ان قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال هذا رجوع عن الشهاده الى النص وعمر رضي الله عنه كان يقول الدية العاقلة ولا تأخذ المرأة من دية زوجها شيئا على مقصود القياس حتى قال له الضحاك بن زكريا كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث المرأة أشهر من دية زوجها فرجع عقله الشيادي إلى النص وخطب يمن وحدد صداق النساء وهدد بأخذ الزائد وغير في بيت المال وردت عليه المرأة بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فقال فرجع إلى قولها وقال كلمة الشورى فصارت امرأة وأخطأ عمر وسأل الصحابة مرة عن إملاس المرأة فلما قيل له قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد عمى قال الله أكبر الله أكبر لو لم نسمع بهذا لقضينا بغير وهكذا يتبين من سيرة الصحابة وفتاواهم أنه لا شهادة مع النص ومن هنا انعقد إجماع الأمة على ذلك يقول الشافعي رحمه الله أجمعت الأمة على أنه لا شهادة مع النص هذه بعض الأدلة النقلية على مصداقية القاعدة وحجيتها ومكانتها في نظر علماء الأمة وفقهاء الشريعة ذو الاختصاص أما من الناحية العقلية فإن هذه القاعدة منطقية وعقلانية جدا لا منطقية بعدها يعترف بها الجميع ويحتكم إليها كل الباحثين فعلماء النحو يقولون لا شهادة مع النص ورجال القانون يقولون لا شهادة مع النص ومعنى هذا أن هذه القاعدة صارت بمدينة الشهادة والبحث العلمي وتشكل علامة قف في وجه كل باحث أو مجتهد لا يجاوزها إلا جاهل أو متهور لا يحترم قواعد البحث العلمي لأن الشهادة هو البحث عن مجهول غير معروف للباحث أي أن الفقيه يبحث عن الحكم الشرعي المغيب عنه الحكم الشرعي لدى الأصوليين والفقهاء وخطاب الله تعالى المتعلق بالفعل المكلف من حيث إنه مكلف وخطاب الله تعالى كلامه النفس الأزلي الذي لا سبيل الإنسان للاطلاع عليه وسماعه ومعرفته ولكن الله عز وجل نصب علامات وأمارات لتدل المشاهدة على أن مراد الله وحكمه في هذه القضية قضية معينة للمشاهد فيها هو كذا أو كذا فدور المشاهد في الشهادة هو محاولة الوصول إلى حكم الله والتعرف على مراده في قضية معينة فإذا أعلن الشائع نفسه عن رأيه صراحة وبين حكمه ورأيه في القضية المذكورة فيها لن تبقى فائدة في الشهادة بعد ذلك فإذا قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ربع وتزوج الصحابة مثنى وثلاثة ربع وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وبلغهم الشاهد ذلك فلا يقبل منه أن يقول أنا أبحث لمعرفة حكم الشرع وموقف الإسلام من تعدد الزوجات خارج هذا النص لأنه قاله صراحة وأعلنه بوضوح فلم يبقى مكانا للشهاد حينئذ ومن هذا ومن هنا ذهب بعض الأصوليين إلى منع الشهاد الموافق للنص حتى ذكرنا أن المشهد يبحث للوصول إلى حكم يتلاقى مع مقتضى النص
لأنه لا فائدة منه ولا يأتي بجديد، وإنما هو ضرب من العدد وإضاعة الوقت. وإن كان الجمهور لا يوافق على هذا ويرى أن إضافة دليل إلى دليل آخر يقويه ويدعمه، ولا مانع من اجتماع دليلين على مبدأ واحد، ولكن الذي الجهاد الذي نتحدث عنه ونناقشه وتمنعه هذه القاعدة وترفض الاعتراف به وإعطاءه صفة الجهاد وتقول لا الجهاد مع النص هو الجهاد المعاكس للنص المناقض له والمضاد لنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى النص وحي معصوم من الخطأ يفيد الحكم قطعا، والجهاد رأي بشري يحتمل الخطأ ولا يفيد إلى الظن، ولا يجوز العدول عن اليقين إلى الظن لقاعدة أنه لا طاعة بين قاعدتين بين قاطعين ولا بين قاطعين والظن لوجوب تقديم العلوم على الظن، كما لا يجوز طرح الوحي المعصوم من الخطأ والتمسك بالجهاد الخطأ. وفي قوله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وفي آية أخرى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، دلالة واضحة على أن كل ما جاء بالقرآن من أحكام وعقائد هو العلم الذي يجب التمسك به، وكل شيء يخالفه ويناهضه إنما هو مجرد هوى يجب الإعراض عنه ورفضه ولا يجوز سواه. وأما ما ينسب لعمر رضي الله عنه من شهاده ضد النص فإنما شاء ذلك الجهل بالسنة النبوية الصحيحة والتقليد الأعمى والتعصب الذهبي، ذلك أن مذهب الشافعي في مصالح الزكاة أنه يجب قسمها على الأصناف الثمانية المذكورين في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، بناء على أن اللام في قوله تعالى للفقراء للتمليك وأنه لا يجوز إعطاؤها لسبب واحد. ولما رأى أصحابه عمر منع المؤلفة قلوبهم سهمهم بالزكاة لم يستسيغوا أن يخطئوا الشافعي برأيه، وسهل عليهم اتهام عمر بتعطيل النص وفتحوا بذلك باب الشرع على المسلمين في دينهم وشريعتهم، وقدموا سندا وقدوة لكل عابد ودعي ليعدل نصوص الشريعة اقتداء بعمر وهو الخليفة العادل كما يردده اليوم أو كما يتردد اليوم على ألسنة بعضهم. ولو أنصفوا لعلموا أن الصواب ما فعله عمر وهو مذهب مالك، وأنه لا يجوز تدمير الأصناف الثمانية، وأنه يجوز تبعها لسلف واحد أو صنفين وهو الذي تدل عليه بالسنة الصحيحة. فقد قال رسول صلى الله عليه وسلم لقبيصة حين أتاه في حمالة تحملها أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وقال المعاذ حين بعثه اليمن بينما أطاعوك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنائهم من أغنيائهم وترد في فقرائهم، ولم يذكر له بقية الأصناف ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأيضا فقد كان أصحاب رسول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه لجباية الزكاة وكانوا يوزعونها حيث أخذوها، كما قال عمران بن حسين رضي الله عنه ونحن نعلم أنه لا يوجد في كل بلد جميع الأصناف الثمانية بما فيهم الغالب وفي السبيل والمؤلف قلوبهم. يدل ذلك على أنه يجوز الدفع لبعض الأصناف دون بعض، وهو ما فعله عمر رضي الله عنه فلم يجتهد ضد النص، كما أن اتهامه بمخالفة النص في عدم خصم سواد العراق بين المجاهدين مبناه أيضا الجهل بالسنة النبوية والتعصب المذهبي، فإن مذهب الشافعي في أرض العنوان أنه يجب قسمها بين المجاهدين كغيرها من الغنائم احتجاجا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر. ولما وقف عمر سواد العراق ولم يقصره دعا أصحاب الشافعي أن عمر خالف النص، ولكن الذي تدل عليه السنة الصحيحة أنه لا يجب قسمها، فقد فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة على الصحيح ولم يقصد أرضها
ولم يستيقظ أهلها فقال له اذهبوا وأنتم الطلقاء، فدل ذلك على أنه يجوز خصم الأرض كما فعل بخيبر ويجوز عدم خصمها كما فعل بمكة، وأن الخيار الإيمان كما له الخيار في الأسرى، وأن مذهب الحنفية والأوزاعي وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو اختيار عمر ابتداء من بني صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فليس في هذا الموقف اجتهاد ضد النصر أيضا. كما أن عدم قطع يد الصالح لم يكن اجتهادا ضد النصر، بل لأن شروط الحد لم تتوفر، لأن من شروطه أن لا يكون الصالح وجائعا مضطرا، كما يدل على ذلك حديث عباد بن شعب بن شحبيل قال: أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة، فأتيت حائطا من حيطانها، فأخذت سبلا وفركته وأكلته وجعلته في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعا مصرما، ولا علمته إذ كان جاهلا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبا وأمر له بوسط من طعام قدس وسط، رواه ابن ماجه. وقال القرطبي: هذا حديث صحيح وهو ينفي القطع والأدب في المخلصة، وهكذا يسبق إلى منصة أخرى أن عمر تبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في إسقاط الحد بفقدان الفقه وليس شهادة منه ضد النص. وأما مقولة مراعاة المصلحة واعتبارها المصدر الأول وتقديمها على النص والإجماع فإنها مقولة باطلة لا أساس لها من الصحة ولا سند لها من الشريعة، وهي أولا مخالفة للإجماع ومخالفة لعقيدة أهل السنة أن الحسن ما حسن الشرع والقبيح ما قبح الشرع، وأن المقياس الشرعي الوحيد لتحديد المصلحة الشرعية المعتبرة والمفسدة هو النص الشرعي الأمر والنهي، فكل ما أمر به الشرع فهو حسن وكل ما نهى عنه فهو قبيح. وثانيا من المستحيل وجود مصالح شرعية تتعارض مع النصوص الشرعية، لأن معنى ذلك وجود مصلحة ينهى عنها الشرع ووجود مفسدة يأمر بها الشرع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإن ذلك من أخلاق المنافقين الذين قال الله فيهم: المنافقون والمنافقات بعضهم البعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهو من معتقدات الجاهلية الذين قال الله فيهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكما لا يجوز الأمر بالفحشاء فإنه لا ينهى عن الخير بل يأمر به كما قال تعالى: وكانوا خيرا لهم تفلحون. وكل ما يتوهمه الإنسان من مصلحة معارضة للنص فليست مصلحة شرعية حقيقية، لأن المصلحة معارضة للنص تعتبر من المصالح المضاهاة التي لا يجوز الاعتماد عليها الشيء معا، فكيف تقدم على النص وتلغيه وتحل محله وهي المضاهاة. المطلب الثاني في شرح مصطلحات هذه القاعدة، هذه القاعدة مصروعة بصيغتين: يقال لا شهادة مع النص، ويقال لا قياس مع النص، وهذا يدفعنا إلى التساوي. أولا، هل القاعدتان تفيدان معنى واحدا أو ما قاعدتان مختلفتان؟ ويدفعنا ثانيا إلى تحديد مفهوم هذه المصطلحات الثلاث التي تتكون منها هاتان القاعدتان وهي الشهادة والقياس والنص. أولا، الشهادة. الشهادة لغة مصدر الشهادة، وهو مأخوذ من الجهد والطاقة والمشيخة، وأما في الاصطلاح فهو المثاليان في تفسير الشهادة. الشافعي رحمه الله يرى أن الشهادة هو القياس والقياس هو الشهادة، وهذا أمر ضاري مترادفان يعبران عن معنى واحد، وهو الحق المسؤولية المخطوط في الحكم بمساواة في علة الحكم. وسبب سياق الشافعي لهذا الرأي أنه يرى أن الشهادة المشروع هو المفروض هو خصوص القياس، لأنه لا يرى العمل بالمصالح المطلقة ولا يقول بسجد الرأي ولا يقول باستحسان، والدليل عنده إما الكتاب أو السنة أو الإجماع بمعنى القياس، ويستدل أصحابه بحديث معاذ حيث حصل معاذ مصدر الحكم
الشيخ يتساوي والشهاد، وقالوا الإجماع على أن المراد بالشهاد في حديث معاذ هو القياس، ولكن أكثر الأصوليين وجمهور العلماء على أن الشهاد أعم وأوسع من القياس. ومن الأعراف القياس فإنه حمل معلوم على معلوم بمساواته له في علته، كما عرفوا بالشهاد بما هو أعم من ذلك حيث قالوا والاستقراء الفقيه بالوسط لتحسين الرجل أو هو بدل بالوسط في نيل حكم شرعي عملي بطريقة الاستقراء. فالشهادة بهذا المعنى الواسع يشمل الشهادة في البحث عن النص والبحث عن معناه ودلالته، ثم البحث هل النص بعارض أم لا، لأنه لا يجوز في مجال الشهادة أن يقف الباحث والمشاهد عند أول آية يقرأها أو أول حديث يطلع عليه ويعيد دون البحث عن الأدلة المعارضة، لأن هذا ليس شهادة، لأن الشهادة هو بذل كل جهد وكل طاقة. ولهذا يرى كثير من الأصوليين أنه لا يجوز سن الحكم العام على البحث عن المخصص أو المطلق أو البحث عن المبين أو الظاهر أو البحث عن المبين. ثانيا النص، النص في اللغة والوضوح والظهور، ومنها من الصلاة العروس. وأما في الاصطلاح الشافعي وقف مع معناه اللغوي وفسر النص بأنه واضح دلالة أو كل كلام يدل على حكم دلالة وكانت قضية قضانية. وأكثر الأصوليين يفسرون النص بما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما ما يحتمل أكثر بمعنى هو في أحدهما أضر من الآخر ويسمونه الظاهر. الشافعي ضيق معنى الشهاد وتوسع في معنى النص، وجمهور الأصوليين توسعوا في معنى الشهاد ليشمل القياس وغيره، وضيقوا معنى النص وخصصوا بما لا يحتمل إلا معنى واحدا. ويبقى السؤال هل هذا النص بمعناه الضيق وجود في كلام العرب وجود في الشريعة الإسلامية أو لا وجود له؟ هناك من أنكر وجود النص أصلا وقال ما من آية حديث إلا ومحتمل لأكثر من معنى. وهناك من اعترف بوجود النصين في القرآن والسنة ولكن بدلة قليلة. والرأي الصحيح عند الأصوليين أن النص قد يكون نصا من مقتضى اللغة وهي الألفاظ التي وضعها العرب واستعملتها في معنى واحد لا يشاركه في معنى آخر، وكمثال على الأعلام الشخصية فإن نصوص فيها مسمياتها، والأعداد فإنها أيضا نصوص في معدوداتها. هل التوسع فتح المجال أمام الفقهاء ووضع بين أيديهم نصوصا كثيرة وليست آية واحدة أو مدلولة؟ بل ذهب الغزالي وآخرون إلى أن التوسع أكثر، وقال النص قد يكون مطلوقا وقد يكون مفهوما. فإذا قال الله عز وجل فلا تقل له كن فإننا نفهم منه تحريم الضرب وما شابه من أنواع الهداية، ولا يمكن لأحد أن يقول إن الآية تسجل جواز الضرب أو جواز السب. وذهب بعض الآخر إلى أن النص قد يكون مذكورا مصرحا به وقد يكون محذورا. نبحث الآن بتحليل القاعدة ومناقشتها. هل هي القاعدة بصيغتها العامة تقتضي منع كل الشهاد وبطلانه مهما كانت أداته وغايته مع أي نص كيفما كانت دلالته ودرجة مشروطه حقيا ثانيا، وهو ما يفيده قول الشافعي لا يجوز القياس مع نص القرآن أو خبر مسند صحيح، حيث أطلق في نص القرآن الشامل لقطع دلالة عظمية كما أطلق في الخبر المسند الشامل لما كان قطع دلالة الثبوت وما كان ظنياما أو ظنيا أحلاما. الكل لا يجوز معه القياس ولا يحل ولا يصح. وإذا لم يجوز معه القياس لم يجوز معه غيره من الشهادات الأخرى الأحرار، وهو رأي بعض الأصوليين. والمسألة فيها تفصيل وخلاف عظيم حسب نص المشهد معه وأدلة الشهاد والغاية من يمكن إيجاده فيما يلي. أولا الشهاد إلغاء وإبطال، الغاية منه رد النص نهائيا والعمل من مقتضاه للشهاد
وهو الآن شياد في مقابل النصف الطبيعي الدول في الجلالة، وهو شياد ماضي ومفروض الإجماع كيفما كانت أداته للشياد قياسا أو استصحابا أو استصلاحا أو سن أو سد ذراع أو عمل مدينة أو عزمة، بمعنى أن هذه الأدلة كلها لا يمكن اعتمادها والعمل بها مع وجود النص القطعي لقوة الدلالة وانطلاق سطورنا نتجاوزها. ومن ذلك القول بإباحة زواج المسلمة بالكتابي قياسا على زواج المسلم بالكتابية، فإنه قياس باطل مخالفة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فتبايعنهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتم أن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا نحل لهم ولا نحل لنا دون. ثانيا الشهاد في مقابل نص الظني الدلالة والثبوت أو ظني أحدهما، ومثل أكثر من الأصوليين والفقهاء على رده وتقديم النص على ما عداه من الشهادات وخاصة القياس، وهو نص الشهادة والمالكية حولان في تقديم القياس على خبر الآحاد والعكس. وقال أحمد: ظاهر الأطار خير من القياس. ونقل ابن حزم عن أبي حنيفة أن الخبر المرسل والظاهر أولى من القياس ولا يحل القياس مع وجوده. ومشهور عن الحنفية تقديم القياس على خبر واحد، ومن ذلك رد من عدة أحاديث منها حديث من صباص وحديث أي مراسلة تحسن سرى بغالي النورية من كفى باطل، حديث المساقات وأحاديث أخرى. ثانيا الشهاد تأويل، وهو الآن أيضا تأويل النص الذي لا يحتمله إلا بمن واحدا وحلوا على غير معناه، وهو الشهاد الباطل وتأويله فاسد، لأنه في الحقيقة رد للنص وإلغاء له وإفراغه من معناه بطريقة احتيالية، ولأن من شرط التأويل قبول اللفظ للمعنى من هو إليه واحتماله له. ومن هنا قال العلماء: اللفظ الصريح لا يحمل التأويل ولا يحتاج إلى أدلة، فإذا قال رجل لزوجته أنت طالق ثلاثا ثم ادعى أنه لم يطلق أو لم يقصد الثلاث يلزم الثلاث ولا يصدق، لأن النص الصريح لا يحمل التأويل. ثانيا تأويل النص الظاهر وحمله على المحسن إليه المرجع، وهو الشهاد دعا نور في البداية أنه متفق عليه ولكنه صحيح أنه مختلف في هذا. ومن ذلك تأويل النص بالقياس منعه قوم ونسب الشافعي لأنه رد للقي وإبطال له بدليل أضعف منه، وأجازه قوم إذا كان القياس جليا وأجازه قوم مطلقا. ومن تأويل الأمر في قوله تعالى في سورة الطلاق: وأشهدوا ذوي عدلكم وحملوا على الند قياسا للإشهاد على الطلاق والنكاح على الشارع البيت في قوله تعالى: وانشدوا إلى سبعته. ثالثا الشهاد التخصيص، أي تخصيص للعام والقياس وفي جواز ومنعه خلاف طويل واختلاف في النقل بين أصولين الفقهاء، نكسب بالإشارة إلى رأي الخلاف عن نحو التالي. القول الأول أنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة وخبر الآحاد والقياس، لأن القياس حجة شرعية والعام دليل شرعي، ومن التخصيص القياس يؤدي إلى إلغائه، وهو خلاف القاعدة أن الجمع بين الدليلين واجب إذا أمكن، ومخالف لقاعدة العمل بالدليلين ولا من وجه ولا من غاية أحدهما. القول الثاني المنع مطلقا، وهو قول أبي علي الجبائي المعتزلي وابنه ورواية عن أحمد وظاهر قول الشافعي ونسب إلى أبي الحسن الأشعري، لأن القياس يؤدي إلى إلغاء العمل بالنص فيما تعارض به، وإلى تقديم النص على القياس هو لا يجوز كما لا يجوز تقديمه على النص الخاص، ولأن دلالة العام على أفراد خطية عند الحنفية، ودلالة القياس ظنية ولا يجوز تقديم الظنية. القول الثالث الجواز من القياس الجلي، وهو ما تكون علة بحكم الفاعل أقوى منها في الأصل أو مساوية له، لأن الفرع حينئذ مقطوع من مساواة الأصل المقيس عليه بحكمه، كأنه منصوص عليه والتخصيص به تخصيص بدليل الأصل في حقه في الأرض. والقول الرابع يخطو فيه القدر الذي تعارض به،
والرجوع الى بلدنا الحق وهو قائد غزالي واختار الامام الحرمين لانهما دليلان تعارضا ولا منجح لاحدهما فاستطال في القرن الخامس وهو مذهب الحنفيه انه يجوز تخصيص الرئيس اذا سبق تخصيص ربع القياس وان لم يسبق تخصيص ربعي لم يجوز تخصيص القياس ابتداء الصحيح وهو مذهب الشارع الاربعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله على اللقاء بكم في هذا الصرح العلمي المبارك وفي هذه المدينة العريقة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يتقبل من القائمين على هذه الجامعة وعلى هذه الكلية وعلى هذا القسم هذا الجهد المبارك الخادم لشريعة الله المطهرة المباركة. وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الأساتذة الذين بذلوا وحضروا، ووجدت في الورقة هنا أنني سأتكلم في موضوع لم أطلع عليه قبل هذه اللحظة، وهو تفسير النصوص بالمصلحة في المذهب المالكي. وقد كفاني فضيلة الشيخ محمد التأويل تأطير لهذا الموضوع فإنه لصيق بموضوعه، وقد تكلم في
جوانب متعددة خادمة له. وأقول إن النص في الاختيار الذي سأتحدث به هو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره في جزئية معينة، وليس معنى ذلك أنه لا يحتمل غيره في كل جزئياته. فمثلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لا خلاف في دلالة هذا اللفظ على وجوب غسل الوجه بمعنى إيصال الماء إليه، لكن الاختلاف في الدلك مثلا، وأيضا الاختلاف في تحديد الوجه، هل ما بين الإذار والأذن داخل في الوجه أم لا، والاختلاف في المضمضة والاستشراق هل هو داخل في الوجه أم لا، والاختلاف كذلك في غسل جزء من الرأس لتحقق غسل كل وجه ونحو ذلك. فهذه الدلالات الأخرى يفيدها النص محتملة، ولذلك حصل من الخلاف، لكن ما لا يقع فيه الخلاف ودلالته الأصلية على ما سيق له النبو وكان صريحا به. ولذلك فإن الأصوليين يجمعون تقريبا على أن الصورة النادرة خارجة عن دلالة العموم، والصورة النادرة وإن كان النبو يتناولها بأصل دلالته لكنها لا تخطر على البال عند سماعه، والمقصود هنا بال المجتهد المفسر، وليس المقصود أنها ليست داخلة في علم الله، بل علم الله تعالى محيط بكل الصور سواء منها ما كان نادرا وما كان مشتهرا. وقد بين الشيخ هنا أنه حيث وجد شرع الله فثمة المصلحة، وهذه هي عبارة ابن القيم رحمه الله، وهي رد على الطوفي الذي قال حيث وجدت المصلحة فثم شرع الله، وأراد بذلك المبالغة في المصلحة حتى يعطل بها بعض النصوص. وعبارة ابن القيم أولى، وهي حيث وجد شرع الله فثمة المصلحة، لأن المصلحة تنقسم إلى قسمين: إلى مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية. فالمصلحة الأخروية مجهولة بالكلية بالنسبة لنا، فلا يمكن أن نطلع عليها، والله سبحانه وتعالى هو العالم بها، فيشرع لنا أمورا مصلحتها أخروية. ومن أمثلة ذلك أنه شرع لنا عند زوال الشمس صلاة 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر، وعند دلوكها شرع لنا صلاة 4 في الحضر وركعتين في السفر، وعند غروبها شرع لنا 3 ركعات في الحضر والسفر، وعند غروب شفقها شرع لنا 4 في الحضر وركعتين في السفر، وعند غروب فجرها شرع لنا 2 في الحضر والسفر. ومصلحة ذلك أخروية، لأن العقل لا يمكن أن يبين لنا الفرق بين عدد الركعات وبين هذه الأوضاع وغيرها من الأوضاع التي لم يشرع الشارع عندها صلاة. هذه الأوضاع ليست هي أوضاع الشمس فقط، بل لها أوضاع أخرى لم يشرع الشارع عندها صلاة. فإذا المصلحة في هذا أخروية محضة، ولا يمكن أن نصل بعقولنا إلى المصالح الأخروية. أما القسم الثاني فهو المصالح الدنيوية، وهذه المصالح منها ما تدركه العقول، فلا شك أن العقلاء جميعا يعرفون المصلحة في تحريم الخمر، فإنه من المعلوم أن شرف الإنسان على سائر الحيوانات بالعقل، وأنه هو مناط التكليف، وأن كل ما اعتدى عليه وغيره وأزاله يلحق الإنسان بالحيوانات والبهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلذلك لما حرم الشارع كل ما يؤثر على العقل ويزيله، وأدركنا إدراكا واضحا هذه المصلحة، فعرفنا لماذا حرم الشارع الخمر. ومثل ذلك أيضا اشتراط الولي في نكاح المرأة مثلا، فمن المعلوم أن النساء تقوى عاطفتهن على عقولهن في كثير من الأحيان، فتحتاج المرأة إلى ولي مرشد يساعدها في الاختيار، وهذه مصلحة واضحة لا يستطيع أحد التنكر لها ولا إنكارها. فهذا النوع من الأحكام مرتبط بمصالح يمكن أن نفهمها، وهذه المصالح لا بد أن نفرق بينها وبين الحكم، ولا بد أن نفرق بينهما معا وبين العلم. فلدينا ثلاثة أمور: العلة والحكمة والمصلحة. وهذه الأمور الثلاثة قد تكون واضحة عند تشريع الحكم، وقد يخفى بعضها. فالعلة لا تكون خفية أبدا، ولذلك يعرف الأصوليون بأنها الوصف الظاهر المنضبط الذي أناط الشارع به حكما.
فهي لابد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا. ومن أمثلة ذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع القصر والفطرة في السفر إرفاقا ولطفا بعباده. ولا شك أن الحكمة التي من أجلها شرع الله ذلك هي أن السفر مضنة بالمشقة والمشقة مرفوعة، لكن لا يمكن أن يناقض حكمه بالمشقة التي هي حكمة لاحقة، لأن المشقة ليست وصفا ظاهرا منضبطا. فالإنسان إذا سافر على رجليه أو على بعير أو على فرس أو بغل يجد من المشقة ما لا يجده المسافر في الدرجة الأولى الطائرة مثلا. والمشقة تختلف من اختلاف الأشخاص أيضا، فضعيف الجسم مشقته تختلف عن مشقة القوي وهكذا. فإذا أدركنا ذلك عرفنا أن الحكمة قد تكون خفية وقد تكون مشككة، والعلة ليست كذلك، فالعلة لا تكون إلا وصفا ظاهرا ولا بد أن تكون منضبطة لا مشككة، ومثل ذلك المصلحة. ولهذا قسم الأصوليون المصالح إلى ثلاثة أقسام، إلى مصالح جاء النص باعتبارها وهي المصالح المعتبرة، وإلى مصالح جاء النص بإلغائها وهي المصلحة الملغاة، وإلى مصالح سكت النص عنها فكانت تابعة للاجتهاد وهذه هي المصالح الموصلة. وكلامنا هنا في تفسير النص بالمصلحة يرجع إلى هذا القسم الأوسط وهو المصلحة الموصلة في أغلب الصور، وذلك أن المصلحة المعتبرة لا يمكن أن تأتي في معرض النص لأنها اعتبرت بالنص، فالنص هو أصل تشريعها وأصل معرفتنا أنها مصلحة. والمصلحة الملغاة الاعتبار لها لأن الشارع عندما نهى عنها دل ذلك على أنها مرجوحة وأن فوقها مصلحة أخرى، أو أنه في مقابلها مفسدة أكبر منها، كما قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن المصلحة المسكوتة عنها تأتي مفسرة للنص في بعض الجوانب. وقد توسع أئمتنا المجتهدون في المذهب المالكي في هذه المسألة، فذكروا الاستصلاح دليلا من الأدلة الشرعية وأصلا من الأصول التي يرجع إليها، واعتبروا المصلحة المرسلة من أدلة مرونة الشريعة الإسلامية وأدلة شمولية هذه الأحكام. فأنتم تعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع وأن من دونه لا يملك حق التشريع، فقد قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وهذا يقتضي أن التشريع مختص بالله جل جلاله لأنه علام الغيوب ويعلم مآلات الأمور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما من دون الله فيمكن أن يخفى عليه بعض الجوانب، ولذلك فالمجتهد يشرع له أن يبذل الجهد في كل نازلة تكررت ولو كان قد اجتهد بها من قبل. وأحصينا للإمام مالك رحمه الله في المدونة العتبية 198 مسألة رجع عنها باجتهاد جديد، ومنها المنحوات وهي 8 مسائل في المدونة قد اشتهرت بهذا الاسم لأنه أمر بمحوها. ومثل ذلك غيره من المجتهدين، فالإمام الشافعي له المذهب القديم والمذهب الجديد، وأبو حنيفة له المسائل المشهورة بوجه الرواية والمسائل المشهورة بالنوادر، والإمام أحمد أحصى له أبو يعلى 13 مسألة له في كل مسألة منها 10 روايات. وهذا يدل على سعة علمهم وقبولهم للحق، وأيضا على إعمالهم لاجتهادهم كلما تكررت النوازل. فأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما قضى في المرة الأولى المشتركة وحرم الإخوة الأشقاء وورد الإخوة لأم،
فتكررت النازلة اجتهد بها من جديد وجاء أصحابها وقالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا وقع في اليم أليس الأم تجمعنا؟ فأمرهم أن يعيدوا عليه حجتهم فلما أعادوها قال لا أجد إلا هذا الثلث فهو بينكم فسميت المشتركة. فجاء الأمونون يريدون أن ينقض حكمه الماضي وأن يقسم لهم من جديد فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي وهذا اعتبار لمصلحة وهي استقرار الأحكام وثبوتها فإن الأحكام إذا كانت عرضة للنقض والتغير في كل الأحوال يقتضى ذلك تلاعبا بها. ولذلك نهى الإمام مالك رحمه الله المنصور والرشيد عن نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم وقال للمنصور لما عزم على ذلك في حجته الأخيرة التي مات بها عندما وقع عن ضعيره وقد كان عازما على نقض الكعبة فسأل مالك ربه أن لا ييسر له ذلك حتى لا تبقى لحمة في أيدي الملوك فسقط المنصور عن ضعيره ومات رحمه الله. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على نقضها وبنائها على قواعد إبراهيم وأن يجعل لها بابين بابين يدخل الناس منه وبابين يخرجون وقد ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وأخذ به عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ووافقه المدنون من الصحابة في مكة. ولكن لما ردها عبد الملك بن مروان بأمره الحجاج لما تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا تعارضا بين نصين تقريبا. النص الأول هو نص قولي وهو حديث عائشة والنص الثاني هو نص فعلي وهو ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك الحال فهذان دليلان. ومن أهل العلم من لا يعتبر التروك في قوة الأوامر والنواهي ومنهم من يعتبرها في غير باب البدعة ومنهم من يعتبرها مطلقا فلنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة في الأصول. فحينئذ أخذ مالك بالمصلحة في تفسير هذا النص لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن نقض الكعبة بمصلحة وهي قوله لولا قومك حديث عهد بكهر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين بابا يزور الناس منه وبابا يخرج منه. فقال مالك لدينا مصلحة أخرى وهي الحفاظ على هيبة الكعبة وأن لا تكون لعنة في أيدي الملوك كلما تولى ملك وأحب أن يذكر بأنه بنى الكعبة نقضها من جديد وبناها حتى ينسب إليه بناء الكعبة فتكون مثل المطارات أو مثل الفنادق أو نحو ذلك فلا بد من إبقاء هيبتها وهي مصلحة رائعة ففسر النص بذلك. ومثل هذا أيضا تفسير مالك رحمه الله لحديث لا نكاح إلا بولي وهذا الحديث رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ورواه كما ذكر عدد من العلم منهم الحاكم رحمه الله 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي موسى هو أشهر هذه الأحاديث وقد ذكر له علتان إحداهما علة الإرسال فقد رواه شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا ورواه أبو عوانة وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وغيرهما عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا. فجمهور أهل العلم على ترجيح رواية الوصل وقد قال العراقي رحمه الله مع كون من أرسله كالجبري في متن لا نكاح إلا بولي مع كون من أرسله كالجبري يقصد شعبة بن الحمد الحجاج بين شعبة رحمه الله أرسله أي في روايته عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلة الأخرى هي الاختلاف فيه على سيد بن الحباب. والعلتان جعلت أبا حنيفة لا يعقل بهذا الحديث ويرى أنه زيادة عن النص وأن زيادة عن النص نسخ وأن النص يقتضي أن المرأة حق بنفسها لأن الله تعالى يقول فلا تقتلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فليس ذلك للمرأة. وذلك مقتضي لأن لا ينسخ النص المتواتر بالنص الآحادي وهو يرى أن هذا الحديث من أحاد إلى أحاد
وأنه مقابل للنص القرآني فلا ينسخ به لأن زيادة على النص نسخ عند الحنابلة. لكن المذهب الجمهور أن زيادة على النص ليست نسخا، وإنما هي تخصيص، والتخصيص يمكن أن يكون بالأدنى كما يمكن أن يكون بالأعلى بالاتفاق. وأيضا فإن حديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير أن يوليها فنكاحها باطل وفنكاحها باطل وفنكاحها باطل فإن اختلفوا بالسلطان ولي من لا ولي له، يفيد معنى لا نكاح، لأن لا نكاح هذا له دخل فيه لا على الاسم، فكان ذلك من قبيل المشكلة عند الحنفية، لأن لا إذا دخلت على الاسم لم تكن ناهية وإنما تكون نافية، والنفي لا يكون نهيا لأنه لم يقل لا تنكحوا إلا بولي من قال لا نكاح. وحينئذ إما أن يكون هذا من دلالة الاقتضاء فيكون ثم محذوف لا يستقيم الكلام إلا به، وهو لا صحة نكاح إلا بولي أو لا عقد نكاح إلا بولي، والمقتضى لا عموم له، لا يمكن أن نجعل المقتضى محتملا لعدد من الأوجه، لأن المقتضى لا بد أن يكون واحدا، لأن الأصل عدم الحيض وعدم التوسع فيه، ولهذا من القواعد الأصولية أنه لا أن المقتضى لا عموم له. وحديث عائشة رد هذا الإشكال لأن فيه أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وفنكاحها باطل وفنكاحها باطل، وهذا من قبيل المفسر عند الحنفية، وهو له الذي دل على معناه الأصلي المتبادل مع كونه مقصود الكلام ولا يقبل التأويل ولا النسخ. فهذا له صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرره ثلاثا، لكن مع ذلك فسره مالك بمقتضى المصلحة فقال المقصود هنا المرأة التي يرغب فيها لمال أو جمال أو دين أو حسب. أما المرأة التي لا نرغب فيها لا لمال ولا لجمال ولا لدين ولا لحسب، وهي المعاني الأربع التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فانظر بذات الدين تربية ذلك، ما سوى هذه المرأة يسميه مالك الدنية. وقال الدنية وليها كل مسلم، وذلك عمل من مصلحة في تفسير هذا النص، ليس معارضة للنص، وإنما رأى أن الولي أصلا شرع من أجل منع الخلاف وللاختيار للمرأة إذا كانت لديها عدة حروب وكان لديها فرص. أما الدنية فليس لها فرصة في الأمر إلا واحدة، فإذا وجدت من يتزوجها فإن تعطيلها عن ذلك منافذ لمقصد النص أصلا. فلذلك فسر مالك النص هنا بأنه مخرج للدنية. ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بنصوص الإمامة وطاعة أولياء الأمور وعدم منازعتهم، فإن مالك رأى أن المقصود بهم القائمون بالمصلحة التي من أجلها نصبوا، وهي سياسة الدنيا، سياسة إقامة الدين وسياسة الدنيا به، فهذان المصلحتان من أجلهما احتاج المسلمون إلى ولي أمرهم هو الخليفة، فلا يحتاجون إليه بشؤونهم العادية، إنما يحتاجون إليه بإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. فإذا عطل ذلك الخليفة كان مخالفا لما نصب من أجله، فعاد على أصله بالإبطال. فاقتضى ذلك تفسير النص بأن المقصود بالخليفة في كل النصوص التي جاءت هو العدل. ولذلك قال مالك عندما سئل أرأيت لو قام على إمامنا من ينازعه ما هم فيه أنقاتل عن إمامنا، قال إن كان من لا عمر بن عبد العزيز فادفع عنه، وإلا فدعه وما يطلب منه، ينتقم الله من الظالم للظالم ثم ينتقم من كليهما. وقد فسر شكرون رحمه الله هذا النص الذي قاله مالك في هذه المسألة، فقال إذا كان الإمام غير عدل فقام عليه عدل وجب الخروج معه ليظهر دين الله، وإلا وسعك السكوت لله أن يطلب أهلك ومالك، فيجب عليك دفعه عنهما ولا يحل لك دفعه عن الظالم. وفسر ابن أبي زيد رحمه الله قول سكنون أيضا بوجوب دفعه عن الأهل والمال بأن ذلك راجع إلى القاعدة التي هي الخلاف في الصائم، في قوله الصائم له هدر،
هل المقصود إباحة دمه أو وجوب دمه؟ المقصود بدمه هنا ما يقعه فقط لأنه للهزم لا للتبع. فهذه المسألة فيها بحث في المذهب المالكي، وقد قال فيها محمد مولود رحمة الله عليه: وهل دفاع صائل على حرم أو نفس أو مال يجوز أو حتم؟ فالصائل على النفس أو الحرم أو المال اختلف في دفاعه هل هو واجب أو جائز. فالذين رأوا جوازه استدلوا بفعل عثمان وأنه لم يدفع الذين قبضوا عليه وأرادوا قتله فلم يقاتلهم ولم يترك من يقاتلهم، فقد نهى علي ولديه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ونهى عبد الله بن الزبير وقال: أحرج عليكم أن تريقوا في محجمة دم. فعثمان رضي الله عنه لم يدفع الصائل ولو كان دفعه واجبا لفعل ولا أنكر عليه الصحابة وقد سكتوا، فكان هذا بمثابة الإجماع السكوتي عند الذين يعتبرونه. والذين يرون أنه واجب يرونه جهادا في سبيل الله ويستدلون بحديث عبد الله بن عامر بن قريش وهو صحيح أنه لما أراد معاوية رضي الله عنه أخذ مزرعته جرد سيفه وأتى بأولاده وقال: أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المقتول دون ماله شهيد، والمقتول دون أهله شهيد، والمقتول دون عرضه شهيد، فوالله الذي أحلف به لا تصل إليها حتى تقتلني أو أقتله. فأخذ هنا بأن الشهيد مرتبة إيمانية كبرى وهي مقتضية لا ينالها إلا من يعطاها جائزة على فعل كبير، فدل ذلك على أن الذي يدفع الصائل يقوم بواجب لأن جائزته هي الشهادة في سبيل الله إذا قتلت، والشهادة لا يمكن أن ينالها من قام بأمر جائز، الشهادة جائزة فلا ينالها من قام بأمر جائز إلا هو أن يتركه أن يفعله، فلا ينالها إلا من قام بأمر واجب. ولا بد أن نعرف أن التفسير النصي بهذه المصلحة المقصود به في بعض جوانبه دون بعض، وأيضا ربما وجدت نصوص أخرى مع المصلحة تفسر فيكون ذلك من باب تقوية الدليل بدليل آخر، كما قال العراقي: ارتضى الدليلان له يعتضد. إذا جاء الدليل مقوم بدليل آخر فذلك دليل ثاني يعتضد به الدليل الأول. واعتبار المصلحة مفسرة للنص هو من باب ما يسمى بالمساط عند المالكية، والمساط اعتبره المالكية بالأيمان والطلاق. فمن المعلوم أن نية الحالف تخصص يمينه وتقيد مطلقه، وهذا منصوص عليه في المذهب. وكذلك اللفظ إذا حلف به، فإذا حلف لا أكل من هذه الشاة فأتى بمن وأتى بهذه، فإنه يدخل في ذلك لحمها ورسلها أي لبنها وزبدها وجبنها وكل ما هو منها، لكن اختلف في نسلها هل هو داخل أم لا، لأنه أشار إلى هذه الشاة ونسلها نماء منفصل، وهذا خلاف حدود المذهب المالكي. وإذا قال لا أكلت من الشاة ولم يأتي بهذه فإنه يدخل نسلها ورسلها، وإذا قال لا أكلت من هذه الشاة من الشاة أقصد فإن الجنين محل خلاف، جنين الذي في بطنها حار محل خلاف، لكن نسلها فيما عدا ذلك الجنين يكون خارجا. ومثل ذلك أيضا من حلف على أمر يظنه أو يجزم به فتبين خلافه، كمن حلف لقد أخذ فلان هذا المال الذي كان في هذا الموضع لأنه رآه يحمل شيئا ورآه يأخذ من هذا الموضع ولم يجد المال في موضعه، ثم تبين أن المال قد اختفى عنه وأن فلانا يحمل غيره، فإنه لا يحلف بمذهب المالكي ولو حلف بالطلاق، لأنه هنا اعتمد على ظنه وأنه بمثابة نيته لأنه من مراتب
الإدراك العقلي، وهي أربع، هي الشك والظن، وهي الوهم والشك والظن واليقين، فجعلها بمثابة النية، والنية مخصصة لعام اليمين ومقيدة لمطلقه بالاتفاق في البدن. والمسار هو السبب الحامل على اليمين، كما حلف لا خرج من هذا الباب، وذلك أن الباب قصير فكان كلما خرج منه ضرب رأسه، فكسر الباب وطوي فلو خرج منه لا يحدث باتفاق المالكية، لأنه إنما حلف لسبب وقد سأل هذا السبب، فلذلك سموه هذا بساطا. وهذا أيضا يحصل في الطلاق، فقد قال سحنون فيما أفتابه فيما روى عنه ما ذكر نواع في التاج والإكريم، أن الرجل إذا حلف بالطلاق على أمر يوقنه فتبين خلافه، على أمر طلق الماضي يوقنه فتبين خلافه، فإنه لا يحدث مراعاة لبساط يمينه، لأن البساط أي السبب الحامل على اليمين هو الظن الحاصل لديه أو غلبة الظن وقد حصل لديه ذلك، فلا يحمل بهذا الأمر. فكذلك المصلحة المرسلة هي من قبل البساط، فتكون تفسيرا للنص ولا يحل أن تكون معارضة للنص، كما كفانا وقت ذلك شيخنا، فلا يمكن أن تكون المصلحة معارضة للنص، لكن يمكن أن يفسر النص بهذه المصلحة. ولذلك فإن العلماء أجمعوا على عدم دخول غسل داخل العينين في قوله فاغسلوا وجوهكم، ولم يروا ما يخالف ذلك إلا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وانعقد إجماع بعضهم. فإن الوجه هو ما يواجهك عند النظر إلى الإنسان، والله أمر بغسل الوجه، فيشمل ذلك في الأصل كل ما يواجهك، وداخل العينين مما يواجهك، ومثل ذلك الأنف، واختلف في الفم لأن الفم له ما يسده بخلاف الأنف، أو لأنه عند المواجهة يكون الإنسان عادة مطبقا لفمه ولا يكون مطبقا لعينيه، ولذلك فإن الاستشاقة أوجبه كثير منهم بمقتضى اغسلوا وجوهكم، وأوجبه آخرون بمقتضى الحديث المختص، وهو إذا توضأ أحدكم فليضع في أنفه ماء ثم ليبتدر، وهو حديث أبي عبد الله حديث الربان. ولا شك أن غسل داخل العينين مؤذن، وهو مدعاة لنقص البصر، وربما لإدخال بعض الأوساخ للعين التي هي حساسة، فلذلك كانت هذه المصلحة مفسرة للنص، وأنه لا يجب غسل داخل العينين مع أن ظاهرا لفظي شامل لذلك. وأيضا فإن إخراج الصورة النادرة من العموم هو بهذا القبيل، لأنه تخصيص للنص بمصلحة، فالصورة النادرة فيها عنة ومشقة عند حصولها، ولذلك يمكن أن نعد ضوابط المشقة فنوصلها إلى سبعة ضوابط. فمن ضوابطها القلة، فالشيء نادر جدا لا اعتبار له لقلته، ولذلك فإن المالكية اتفقوا على أن قدر الدرهم من الدم ومن الأنجاس التي لا يرى الإنسان عفوا عن الطهارة، وقد قال قرينه في المختصر: ودون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد وغول فرس لغاز بأرض حرب ومرض صجامة مسح، فإذا برئ غسل، وإذا عاد بالوقت وأوذي بالنسيان وبالإطلاق وكحين مطر، وإذا اختلطت العذرة والمصيب لا انغلبت وظاهرها العرب، ولا أن أصاب عينها وذين امرأة مطال لسفر ورجل قلة مران من نجس يبس يطران بما بعده، وخف ونعل من روث دواب وذولها ادرك لا غيره، فيخلعه الناسح الأماء معه ويتيمم، واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره المتأخرين قبلا. ومثل ذلك أيضا ما يتبخر من البول، فإن البول يتبخر بطبعه منه مواد، وهذه المواد يراها الإنسان في الشتاء، يرى بخارا يخرج منه، وهذا البخار طبعا يمس الجسم واللباس، لكنه معفو عنه لأنه لا يبقى له أثر، فقلته تقتضي العفو عنه، مع أن النصوص صريحة في الأصل جازمة بالستار من البول. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين جديدين فقال: ما إنهما لعذبان وما يعذبان في الكبير، ثم قال: بلى،
فما أحدهما كان لا يستتر من الذل وأما الآخر وكان يمشي بالنميمة. وفي الحديث الذي أخرجه البيهقي: استتروا من الذل فإن عامة عذاب القبر منهم. وذلك يقتضي التنزه من الذل مطلقا، لكن مع ذلك لا بد من اعتبار القلة هنا طابعا للمشقة، فالذي يتبخر شيء يسير. ومثل ذلك ما اتفق عليه المالكية من أن أثر الذباب من العذرة في بدن الإنسان وذوبه معفو عنه، لأن الذباب كثير وكثرته مشقة. ومع ذلك الذي يحمله من النجس في رجليه قليل فعفي عنه لقلته. ومثل ذلك أيضا ما ذكره مالك رحمه الله في الجبر الرومي الذي يجبن في نباحة الخنزير أو العجل، فتكون نسبة ذلك منه ضئيلة جدا، فتكون هذه نسبة ملغاة باعتبار هذا القلة. الضابط الثاني هو الكثرة، فالشيء إذا كثر جدا كانت كثرته محرجة ومزعجة، ولذلك اعتبرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة: إنها ليست من نجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات. فكثرة الطواف في الهجرة وأنها يشق منعها من أن تدخل فمها أو لسانها في أي إناء، وكثرة ترددها يقتضى تخفيفا وتسهيلا. وكذلك ما يحصل من الذباب في الصيام فإنه قد يبتلعه صائم فلا يؤثر في صيامه لكثرته وصعوبة رده، وهذا مما يحصل الاحتراز منه. وهذا قاعدة عند ذلك وهي عفي عما يحصل، كل ما يحصل الاحتراز منه فقد عفي عنه. ومثل ذلك الغبار للصانغ أو غبار الطرق بالنسبة للصيام، فما يستنشقه الإنسان منه لا يبطل صومه. وكذلك الدخان على الخلاف فيه، فمن المعلوم أن الدخان البخور وما يتبخر من القدر أيضا إذا وصل إلى الحلق باستنشاقه يبطل الصوم به عند المالكية، وإذا وصل من غير استنشاقه فإنه لا يبطل الصوم به. أما دخان الحطب ونحوه فلا يبطل الصوم به مطلقا لا باستنشاقه ولا بعدمه، لأنه لا يتلذذ به، بخلاف شرب السجائر ونحوها فهذا الدخان يتلذذ به أصحابه فشربه مبطل للصيام. وهذا هو المذهب عند المالكية، وقد بينه عيمش في شرحه من أحد سليل الأعلام المتصل قليل، وقد نظمه جدي رحمة الله عليه فقال: دخان قدر وبخور إن صل الحق باستنشاقه الصوم بطل، وإن يكن بدون الاستنشاق وصوله فالصوم معه باطل، وليس الاستنشاق دخان الحطب من ضرره لا في الدسوق أيضا بحاشيته. وكذلك الضابط الثالث وهو عموم البلوى، أن يكون الأمر ما تعم به البلوى فيستدل من النص بسبب عموم البلوى. وعموم البلوى أمر زائد على الكثرة التي ذكرناها، فيكون الشيء عاما للناس، فالعموم له اعتبار في الشريعة. فمن ذلك من اعتبار العموم مطلقا إلحاق الحاجي الكلي بالضرورة باستباحته